بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجافر وخلق وقرن وعدل ولاحق وشق من وهيلة وواشق اسم أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع النذير به ومنه مرق من تفضل وأسف وضفت ذلك زعاد وضفت العلم في اللغة الجبل أو الراية أو العلامة وفي اصطلاح النحاة اسم يعين ومسماه مطلقا بلا واسطة لا واسطة ولا قرينة ولا غير ذلك. تقول هذا عينته إشارة، جاء الذي سافر إلى مكة اسم موصول عينته الصلة، جاء المسافر عينته ال، لكن العلم يعين ومسماه بدون افتقاء لأي شيء، نحو مكة وزيد وعمر. أنا أقول اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجعفر وهو علم لرجل، والأصل في جعفر أنه اسم للنهر الصغير أو النهر الممتلئ، وخرنق خرنق الأصل ولد الأرنبي وهو علم على امرأة خرنق، وقرن معروفة قبيلة معروفة، قرن معروفة قبيلة من مراد، وقرن وعدن معروف علم على مدينة معروفة، ولاحق علم على فرس لمعاوية بن أبي سهر رضي الله عنهما، وشذق علم على جمل، هيلة علم على شاه، وواشق علم على كلب. قال اسم الأتى يأتي العلم اسما ويأتي كنية ويأتي لقبا، اللقب ما أشعر برفعة مسماه أو ضاعته كمحمد صلى الله عليه وسلم كالأميني كان لقبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وكهاشم كان لقبا لجده صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو كان كريما يهشم الثريد لقريش فسمي هاشما، واسمه الحقيقي عمرو. وزين العابدين لقب لعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وكذلك ما أشعر بدناءة مسماه نحو كهف الشر وكرز وأنف الناقة. ما معنى كرز؟ كرز الكرز وعاء الراعي، وعاء يضع فيه الراعي متاعه ويعلقه على كبش قوي يسمى الكراس، كرز أنا قوله. ولقب والكنية ما صدر بأب كأبي القاسم صلى الله عليه وسلم وأم كأم كلثوم، وكذلك أضاف بعضهم أخت فلان وعمة فلان وخال فلان وخالة فلان وابن فلان وبنت، قالوا هذه كلها من قبيل الكنية. والاسم ما ليس لقبا ولا كنية كمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول اسم أتى وكنية ولقبا وأخيرا لا ينسي وهو صاحبه. إذا صاحب اللقب الاسم أخرته، وأخيرا ذا إن سواه يا صاحب الاسم. أما يا صاحب الكنية فأنت بالخيار، لا ترتيب بين اللقب والكنية ولا بين الكنية والاسم، نحو تقول جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، جاء علي زين العابدين، تقدم الاسم وتؤخر اللقب. فإن كان اللقب أشهر من الاسم ساغ تقديمه، كان تقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قدمت اللقب لأنه أشهر. وإن يكون مفردين، إذا كان الاسم واللقب مفردين فالمختار الإضافة، تجب عند البصرية وراجح عند الكوفية، تقول جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، ورأيت محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، ومرت بمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم، تعرف الأول حسب موقع العرب وتلزم الثاني الجر بإضافة الأول إليه، وإلا أتبع الذي رضي. فإن كان غير مفردين، ولذلك ثلاث صور: أن يكونا مركبين أو الأول مركبا أو الثاني مركبا، أتبع الثاني الأول بدلا أو عطف بيان، فتقول جاء عبد الله أنف الناقة، وتقول جاء سعيد أنف الناقة، وتقول جاء علي زين العابدين، تعرب الثاني بعرب الأول. أنا أقوله وإلا أتبع الذي يردك دائما يتبع في عرب الأول، ومنهم مقولون كفضل وأسف.
قائمة العلماء هو منقول استعمل قبل العالمية في شيء آخر ينقل من حدث كزيد مصدر زاد وفضل مصدر فضل كفضل وأسد اسم اسم حيوان وجبل وعباس كفضل وأسد نقل اسم حيوان تسمي أسد العرب تسمي أسد أسد بن عبد العزى جد الزبير بن عوام رضي الله عنه نقل اسم حيوان اسم إنسان وجبل معاذ بن جبل وينقل من, 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 من صيغة مبالغة كعباس وهمام وينقل من اسم فاعل كحالف حالف وينقل من, 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 من صيغة مشبهة كسعيد سعيد ومن اسم مفعول كمؤيد ومنصور ومسعود ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال ارتجلت العرب لم يستخدم في شيء قبل ذلك نحو مدحج أبو قبيلة موجودة معروفة وسعاد عالم على امرأة وعودد اسم أبي قبيلة عربية عودد وشاعر في الأعلام ذو إضافة كعبد شمس وأبي قحافة يكون العلم جملة وسمع من العربي الجملة الفعلية نحو شاب قرناها ويزيد عندما قال يزيد نبيت أخوة لبني يزيد هذه جملة لو لم تكن جملة قال يزيد لأنه مضاف إليه نبيت أخوة لبني يزيد معناها أنه يزيد تتحمل ضميرا ومعنى هذا أن اللفظ أنه على تقديري يزيد هو فهذه جملة لو كانت مفردا وأنه سمي بيزيد قال يزيد مضاف إليه مجرور بفتحة بدلا من الكسرة لأنه من الصرف لكن قال يزيد وكذلك قولهم شاب قرنها وتأبط شرا وبرق نحره هذا سمع في العربية وقاس النحاة الجملة الإسمية تسمي ابنك المنطلق زيد وحكمه أن يعرب إعراب الحكاية حكمه أن يعرب إعراب الحكاية تقول جاءت شاب قرنها شاب قرنها فاعل مرفوع بضمة مقدرة ما عمل اشتغل المحل بحركة الحكاية رأيت المنطلق زيد المنطلق زيد مفعول به منصوب بفتحة مقدرة ما عمل اشتغل المحل بحركة الحكاية واضح؟ أنا قولي وجملته وما بمزن ركب هذا عند غيره وهي تمر المركب تركيبا مزيا كل اسمين جعل اسما واحدا لا على سبيل الإضافة ولا على سبيل الإسناد جعل اسما واحدا نزل ثانيهما من أولهما منزلة التانيث فآخر الأول التزموا فتحه إلا إذا كان لينا فقد سكنوه نحو معدي كرب وقال لي قال مثال غير المختوم بالياء غير المختوم أوله بالياء نحو بلال باد وحضر موت وبعل بك وبيت لحم هذا قالوا يعرب ويعرب ما لا يصرف على الراجح فتقول هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومرض بحضر موت وهذا معدي كرب ورأيت معدي كرب ومرض بمعدي كرب وبعض الطلاب يقول معدي يكرب وهذا خطأ معدي يكرب بإسكان الأول نعم أقرأ شيخ جملة اسمية كيف تقول سميت شخصا المنطلق زيد يرحمك الله لم تسمع من العربي وقاسها النحات وسوف يأتيك وبالطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل كان تسمي ولدك المنطلق زيد الكريم خالد ماذا نقول انت حر سميت ولدك بهذا الشكل وشاعت وجملة وما بمز مركب ذا بغير ويه إذا كان بويه لا يعرب بل هو مبني تقول جاء سيب ويه وخمار ويه ونفط ويه الأول الجزء الأول مبني على الفتح لأن الثاني ينزل منه منزلة التانيث فما قبلها حكمه الفتح والثاني مبني لأنه ضمن اسم صوت وهي من أسماء الأصوات وأسماء الأصوات مبنية كلها وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس يكون العلم مضافا العلم يكون مضافا كعبد شمس كل اسمين نزل ثانيها من أولهما منزلة التنوين كعبد شمس
وذلك لا يجمع بينهما، لا تقول عبد شمسي وأبي قحافة، عبد شمس مضاف وأبي قحافة كنية. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عبد. كان الحديث في علم الشخص، علم الشخص كزيد وعمر ومكة، قال هناك أعلام لأجناس كأسامة علم لكل أسد، وذو آلة علم لكل، وذو آلة علم لكل ثعلب. شعب الإعلام ذو الإضافة كعبد، وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص أيضا، أحكامه اللفظية أحكام علم الشخص، لا يثنى ولا يجمع ولا يضاف، وتأتي منه الحال ويخبر عنه ويمنع من الصرف إذا وجد في اللغة أخرى. هذا وهو عام، أي أن معناه عام، أي أن معناه معنى النكرة. فإذا قلت أسامة شجاع كأنك لم تحدد أسدا بعينه، وإذا كان عند شخص أسد يحجزه لا تقول له ما فعل أسامة، لأن أسامة عالم لكل أسد، تقول له ما فعل الأسد. أنا أقوله وبضعوا لبعض الناس يعلم كعرض من أشخاص لهو، وهو عن قد يكون اسما كشبوة عالم لكل عقرب، وقد يكون كنية كأم عريض كنية العقرب، اسم جنس كنية العقرب، وكأبي الحارث الأسد وأبي صابر الحمار. هذا تدخل عليه ألف من أحكام اللغوية، نسيت أن أقول. أنا ذاك أم عريط للأقرب، وهكذا ثعالة للثعلب. عالم الجنس يكون علما لأجناس لا تؤلف كأبي جعد للذيب، وأبي الحصين للثعلب، وأبي الحارث الأسد، وأم عريط، ويكون علما لأجناس تؤلف كأبي المضاء للفرس، وهيان ابن بيان للمجهول النسب والعين، عالم للمجهول، تقول هذا الأمر تكلم فيه هيان ابن بيان، أي يعني المجهول النسب والعين، هذا عالم عليهم. ويكون عالم الجنس عالما لبعض المعاني، كيسان عالم للغدر، وبر عالم للبر، وفجال عالم للفجره،